تابعنا برضو امبارح مباراة الزمالك وبتروجيت، وكانت المباراة مهمة لنادي الزمالك او لبتروجيت للوصول لبطولة الكونفدرالية. انتوا عارفين ان صاحب المركز الثالث في الدوري هيتأهل مباشرة الى الكونفدرالية، وده اللي حصل فعلا. الزمالك فاز 2-0 بهدفين لاحمد علي، والهدف الثاني كان لحازم امام. بتروجيت ممكن تلعب في الكونفدرالية في حالة واحدة، يعني فريق بتروجيت رغم انه واخد رابع الدوري لكن ممكن يلعب في الكونفدرالية في حالة ان الزمالك او الاهلي او سموحة واحد من الثلاثة دول ياخد بطولة كاس مصر، فبالتالي هيتم تصعيد صاحب المركز الرابع في بطولة الدوري للمشاركة في الكونفدرالية. يعني دي الحالة الوحيدة اللي ممكن بتروجيت يلعب فيها في الكونفدرالية. ده الهدف الاول لاحمد علي لاعب نادي الزمالك امبارح، ويسلم على ميدو. اتمنى لميدو التوفيق ان شاء الله في بطولة كاس مصر مع نادي الزمالك ويحقق بطولة، ده امنيتي بقى شخصيا. انا عايز برضو جماهير نادي الزمالك تفرح وتتبسط، ان بصراحه الجماهير زعلانه جدا، وطبعا ما كانوش متوقعين يعني ان الزمالك يخسر ماتشين، لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق لميدو والكابتن محمد صلاح والكابتن عبد الحليم علي والكابتن مدحت عبد الهادي والكابتن ايمن طاهر في بطوله الكاس. ومجموعه برضو صعدها ميدو من اللاعبين الصغيرين امبارح، لعب زي محمد عبد المجيد، زي يوسف اوباما، زي طبعا لعيبه كتير ميدو صعدها للفتره القادمه. معانا عبد الحكيم على التليفون. طيب معانا عبد الحكيم علي زميلي طبعا في فريق الاعداد في كوره كل يوم ومراسلنا من نادي الزمالك. والنهارده انتوا عارفين كان المفروض في جلسه ما بين المستشار مرتضى منصور وبعض لاعبي نادي الزمالك زي محمود فتح الله، زي نور السيد، زي احمد سمير، اسلام عوض، اللعيبه اللي تم استبعادها الفتره اللي فاتت. وكان في مفروض احمد جعفر، وسمعت ان احمد جعفر ما حضرش الجلسه، فاروح لعبد الحكيم اعرف سريعا في دقيقتين كده تفاصيل الجلسه اللي تمت ما بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ومجموعه من اللاعبين. ازيك عبد الحكيم؟ تحياتي لك كابتن كريم وتحياتي للساده المشاهدين. بالفعل المستشار مرتضى منصور عقد جلسه اليوم مع خماسي نادي الزمالك محمود فتح الله ومحمد ابراهيم واسلام عوض ونور السيد واحمد سمير. في البدايه كانت جلسه خاصه جمعته المستشار مرتضى محمود فتح الله اللي طالب فيها مسؤولي نادي الزمالك اللي هو ليه مستحقات عند نادي الزمالك تتجاوز ال 5 مليون وطلب مستحقات لدى نادي الزمالك، وقال اللي هو لاعب نادي الزمالك على مدار 7-8 سنين كان مخلص للنادي وكذب كل الافتراءات اللي طلعت عليه في الفتره الماضيه اللي هو بيبيع وبيتهاون في المباريات. وقال ان انا لعبت في نادي الزمالك 8 سنين واخلصت للنادي، مش معقول يكون مصيري او جزائي بعد الثمان سنين دول اللي يكون عليا اتهامات. وانا اتمرنت مع مدربين كتير جدا في نادي الزمالك كلهم كانوا بيشيدوا باخلاص وولاء النادي الزمالك. وبالفعل المستشار مرتضى منصور طمنه وقال له المرحله الجايه انت هتكون من العناصر الاساسيه في الفريق، ولكن اللي انا ده بالاول كان مع محمود فتح الله. بعد كده تم الجلسه مع محمد ابراهيم واسلام عوض ونور السيد واحمد سمير في وجود محمود فتح الله، ولكنها لم تستخر فتره طويله لانشغال المستشار مرتضى منصور بالموظفين المتقدمين في نادي الزمالك للتعيينات الجديده، وطلب منهم ان هم يقعدوا مع الكابتن احمد سليمان، ولكن هو كان قال لهم كلمه واحده: انتوا كلكم ولادي وانا بتعامل في نادي الزمالك اللي احنا كلنا اسره واحده وانتوا كلكم في الحسابات ومحدش يقرأ من الصفقات الجديده، ولكن اي لاعب فيكم بيفكر بالرحيل عليه اللي هو يجيب عرض مميز لنادي الزمالك مقابل الرحيل، لان احنا انتهى عصر اللي اي لاعب يمشي من نادي الزمالك بدون مقابل. طيب يعني الجلسه خلصت مع فتح الله ان هو هيجدد عقده مع الزمالك ولا هياخد مستحقاته ويمشي، ان عقده خلاص هيخلص؟ هي الجلسه كان محمود فتح الله اتكلم والمستشار مرتضى منصور سمع، ولكن لسه مجلس الاداره هيقرر. يعني هو محمود فتح الله قال انا عايز 1-2-3 وانا ليا مستحقات في نادي الزمالك، والمستشار مرتضى منصور قال له خلاص هنشوفها مع مجلس الاداره وهنرد عليه. احمد جعفر ما حضرش الجلسه؟ لا، احمد جعفر اعتذر عن الحضور لان الحضور كان بين مجلس اداره نادي الزمالك هو اللي اتصل بالخمسه وهم اللي حضروا الاجتماع. يعني ما حدش كلم احمد جعفر؟ لا، اتكلموا احمد جعفر، واحمد جعفر اللي ما حضرش زي زمايله. تمام. احمد جعفر اللي اعتذر عن الحضور زي زمايله اللي حضروا. محمد ابراهيم الوحيد اللي خرج من الجلسه مع الكابتن احمد سليمان وقال باختصار كلامه قال انا هحضر التمرين من بعدين النهارده الساعه 9، ولكن قرار رحيل عن نادي الزمالك قرار منتهي. انا عندي عرض مغري من احد الانديه الاوروبيه هيوصل نادي الزمالك في خلال فتره بسيطه ومصمم على الرحيل. ورغم التعليق على تصريحات مرور احمد حسام ميدو امبارح اللي هو اتهم اللي هو سر تشتيت اللعيبه الزمالك في الفريق، وقال انا بحترم الكابتن احمد حسام ميدو مش هرد عليه،
لان هو برضه كان يعني نجم كبير بالنسبه لي، وانما قرار الرحيل ده بالنسبه له امر منتهي، وهو حضر النهارده لان نادي الزمالك بيته الاول، وما كانش يعني رفض ازاي يجي له تربيه من نادي الزمالك ويرفض حضور التربيه ويستمر التدريب المتابعين. انا عندي معلومه ان احنا محمد ابراهيم جاي له نادي من ياسر الاماراتي، ويعتبر العرض جدي جدا ليه، وفي احد الانديه البرتغاليه والانديه الاسبانيه، وبيفاضل بينهم، واللي هيشوفه افضل ليه في المرحله الجايه هيجيب العرض رسمي نادي الزمالك وهيمشي من نادي الزمالك. تمام. ده بالنسبه لمحمد ابراهيم. بالنسبه لنور السيد طلب اللي هو ليه 3 مليون و800 الف عند نادي الزمالك، طالب بيهم، وقال اللي هو مش هيقدر يتنازل، يعني هيبقى المقابل بتاع الرحيل اللي هو ممكن يتنازل، بس طبعا المبلغ كبير جدا عشان يتنازل عن المبلغ الكبير، لان المبلغ يصل 4 مليون، حتى لو في نادي هيشتريه من نادي الزمالك مش هيوصل شراءه، خصوصا في انخفاض الاسعار لمليون او 2 مليون. تمام. وتمسك بالحصول على مستحقاته. احمد سمير طبعا اخذ قرار نهائي اللي هو يرحل النادي للدوري البلجيكي، واسرته مقيمه هناك، والاعلى بالنسبه له كان التحصيل حاصل بس مع مجلس الاداره، او بيطالبهم بمستحقاته المتاخره. ونفس الامر لاسلام عوض اللي رفض رفض بات اللي هو يتنازل عن اي مستحقات ليه عند نادي الزمالك، وصمم على يحصل على مستحقاته كامله، ورفض اللي هو يربطوه بالمستحقات اللي متوقعه نادي الزمالك عند نادي انبي. تمام. وقال الموضوع مش بتاعي، الموضوع بين نادي الزمالك ونادي انبي، وهو متمسك بمستحقاته. شكرا. عبد الحكيم علي مراسلنا من نادي الزمالك، برضه هحاول اتكلم محمود فتح الله عشان اعرف تفاصيل جلسته مع المستشار مرتضى منصور. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل اخبار نادي الزمالك، وهنشوف كمان مؤتمر جزء من المؤتمر الصحفي امبارح لاحمد حسام ميدو والكابتن مختار مختار او الكابتن مجدي عبد العاطي مدرب بتروجيت، ولقاءات مع اللاعبين بعد فوز الزمالك على بتروجيت 2-0.